هسه انت ممكن تكون صرفت نقاط مهارتك باماكن ما حنحتاجها وتريد ترجع نقاطك، فلا تخاف، اكو بوشن اسمه بوشن اوف كليرنس تقدر تشتريه وتشربه حتى ترجع كل نقاط المهاره اللي صرفتهن. واذا تسال منين اقدر اشتري هذا البوشن، فبائع المواد الكيميائيه اللي تشوفها هسه على الخريطه فيلن، وفيلن هي المنطقه اللي تيجي بعد مقدمه اللعبه يعني بدايه اللعبه، حتقابله خلال مهمتك الثانيه او الثالثه بفيلن، وبعدها تقدر تزوره وتشتري البوشن اللي يرجع نقاط مهارتك منه. هسه يمكن اول شيء تقوله اذا انا ليفل 10 فحيكون عندي بس 10 نقاط مهاره، فمنين حجيب بعد 14 نقطه مهاره حتى يصير عندي 24 نقطه مهاره؟ لهذا حشوفك طريقه تجمع نقاط مهاره للي ما يعرفها. اول شيء عليك ترجع لمنطقه وايت اوركيد، وهي المكان اللي بديت اللعبه فيه وقتلت وحش الجريفن. فخريطه وايت اوركيد صغيره الحجم وتحوي 5 تماثيل بليس اوف باور. حعرض لكم اماكن ذني البليس اوف باور على الشاشه هسه، فكل تمثال من ذني حينطيك نقطة مهارة، وبهالطريقة حتكسب 5 نقاط مهارة بسهولة. أما عن باقي نقاط المهارة اللي تحتاجها فحقترح عليك طريقتين. الأولى هي إنها تسوي نفس اللي تسويه الآن، بأن تبحث عن أماكن هذه التماثيل اللي تخص منطقة لعبك الحالي على يوتيوب. كمثال بعد وايت أوركيد أنت حتروح لمنطقة فيلين، فتقدر تكتب The Witcher 3 Villain All Places of Power على اليوتيوب، وحتطلع عليك كثير فيديوهات تشوفك أماكن هذين التماثيل على الخريطة. اما الطريقة الثانية اللي انا افضلها شخصيا هي انك تروح تستكشف العالم وتزور علامات الاستفهام ذني اللي طلعن على الخريطة، اللي مثلا بالعادة مهمات قصيرة جدا او ميني بوس فايت، وبعض الاحيان تلقى انه علامة الاستفهام هذه هي تمثال بليس اوف باور ينطيك نقطة مهارة مجانا. وانت كلاعب جديد ممكن هذه اول مرة تشوف علامات الاستفهام ذني، اي بحياتك ما شايف من قبل على الخريطة، هذا لان علامات الاستفهام ما يظهرن بالوضع افتراضي، بل لازم تسوي خطوتين حتى تظهرهن. الخطوات في غايه البساطه، اول شيء اغلبكم اكيد شايفين لوحه الاعلانات هذه، لان يوجد مثلها في غالبيه مدن وقرى اللعبه، فنصيحتي انه دائما من تمر من قرب هذه اللوحه تتفقدها. حتلقى على اللوحه اما اوراق كبيره الحجم، الاوراق الكبيره الحجم تعطيك مهمات يروح للجرنال مثل ما متعودين ويا المهمات الطبيعيه، او تلقى اوراق صغيره الحجم، ذني من تاخذهن حيضيفن علامات استفهام على خريطتك. اما بالنسبه للخطوه الثانيه حتى تضع علامات استفهام، فكله عليك انه تضبط فلتر الخريطه على اول، اي تضغط اتجاه يسار وانت فاتح خريطتك، وبهالطريقة حتظهر كل الايقونات على خريطتك، ومن ضمن ذني الايقونات علامات الاستفهام. هذا لان بالوضع الطبيعي الخريطة ما حتظهر لك الاشياء الثانوية مثل علامات الاستفهام. وبهالطريقة نكون خلصنا ويا كيفية كسب نقاط مهارة اضافية، فصار عندك مصدر لنقاط المهارة. من مستواك يصعد حتحصل نقاط مهارة، ومن تستكشف تماثيل البليس اوف باور حتكسب بعد نقاط مهارة.